السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنشرح تطبيق رائع جدا لتحويل جودة الفيديو من جودة رديئة جدا الى جودة تصل الى 8K مش بس 4K. الميزة التانية في الموقع يا شباب انك تقدر تشيل عناصر معينة من الفيديو او الصورة بكل سهولة وبكل احترافية. الميزة التالتة يا شباب انك تقدر تحول الفيديو الخاص بيك من ابيض واسود، يعني لو حضرتك عندك فيديو ابيض واسود او فيلم قديم وحابب ان انت تحوله للالوان، ده بكل سهولة هتقدر تعمله من خلال التطبيق النهاردة وبضغطة زر واحد. الميزة رقم 4 يا شباب انك تقدر تشيل عناصر معينة من الصورة بجودة عالية جدا وباحترافية وبدون اي اثر، كل ده بشكل مجاني 100%، ومميزات تانية كتيرة كمان. ميزة جميلة جدا موجودة داخل الموقع او الاداة دي يا شباب، وهي تحويل الفيديو العادي الى فيديو كرتون، يعني حضرتك تقدر تحول الفيديو الخاص بيك اللي حضرتك موجود فيه او اي فيديو موجود عندك الى فيديو كرتون بكل سهولة وبنقرات بسيطة. كل ده هنستخدمه يا شباب بطريقة مجانية 100%، وطبعا في مميزات تانية كتيرة جدا داخل الموقع او الاداة، ولكن علشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمة يلا بينا ندخل على الشرح. ولكن قبل ما نبدأ الشرح يا شباب حابب ان انا اعرفكم بنفسي، انا احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت وتحديدا الربح من الذكاء الاصطناعي عن طريق انشاء محتوى كامل بالذكاء الاصطناعي ودون تدخل منك نهائيا. فلو حضرتك مهتم بالمجال ياريت تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي يلا بينا على الشرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا رابط التطبيق او الموقع هتلاقيني سايبه لك في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما تضغط على الرابط هتنتقل الى الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده، ودي واجهة التطبيق او الموقع اللي احنا هنستخدمه شباب. اول حاجة شباب بالنسبة للناس اللي هتشتغل من الهاتف هتيجي هتقف على كلمة التطبيق من هنا او اب باللغة الانجليزية. طبعا انا مترجم الموقع علشان اسهل على حضراتكم الشرح، وتقدر ان انت تستخدمه باللغة الانجليزية بكل سهولة مفيش اي مشاكل. لو وقفنا في المكان ده زي ما قلنا يا شباب بتظهر لنا النسخ المتوافقة مع اجهزة الهواتف المحمولة سواء كان اندرويد او ايفون زي ما حضرتك شايف. كل اللي عليك انك بتختار النسخة المتوافقة مع جهازك وبتبدأ تضغط عليها وتثبتها بكل سهولة على الهاتف بتاعك وبتبدأ تشتغل معانا عادي من الكمبيوتر. فطبعا احنا هنشرح على الكمبيوتر فهنستخدم النسخة الخاصة بالكمبيوتر، فهتيجي هنا على العلامة دي وهتضغط على تجربة مجانية. بعد ما بتضغط على تجربة مجانية التطبيق بيتحمل عندك زي ما حضرتك شايف هنا كده في اسفل شريط الادوات. بنفتح التطبيق هنقول له عرض في المجلد علشان نبدأ نثبت التطبيق عندنا، لان ده تطبيق مش موقع اونلاين، هو في منه موقع اونلاين ولكن احنا هنستخدم التطبيق بيكون افضل. تقدر تستخدم الموقع عادي جدا اونلاين مفيش اي مشكله. بعد ما تحمل التطبيق عندنا يا شباب بيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنضغط على علامه السهم دي وبعد كده هقول له عرض في المجلد علشان ابدا اثبت التطبيق عندي على الجهاز، ودي هتكون طريقه التثبيت يا شباب. بعد كده هنضغط على التطبيق كليك يمين وبعد كده هقول له اوبن او ران، وهنبدا عمليه التثبيت زي ما بنثبت اي تطبيق عادي مفيش اي مشكله زي ما حضرتك شايف كده. هنضغط هنا على انستال وهننتظر لما التطبيق يكتمل التثبيت. طبعا انا مثبت التطبيق قبل كده فانا هلغي ده خالص، انا بس كنت بشرح لحضرتك طريقه التثبيت. بعد كده هنفتح التطبيق يا شباب زي ما حضرتك شايف كده بيبدا يفتح معاك، ننتظر لما يفتح التطبيق كده. دي واجهه التطبيق من على الكمبيوتر يا شباب، وتقريبا هي بتبقى نفس الواجهه على الموبايل لو حضرتك هتستخدم النسخه الخاصه بالموبايل. اول حاجه واهم حاجه علشان حضرتك تخلي التطبيق يشتغل معاك باللغة العربية كده ويبقى سهل معاك في الاستخدام، هنضغط على الثلاث نقاط اللي حضرتك شايفهم دول او الثلاث شرط اللي فوق دول ضغطة واحدة، وهنختار الخيار الثاني. طبعا بيكون باللغة الانجليزية فانت اختار الخيار الثاني على طول، وهتلاقي اللغة العربية موجودة مع اللغات دي، هتختار اللغة العربية خلاص كده. يعني مثلا انا لو رجعتها زي ما حضرتك شايف كده كل لغات موجودة وموجود معاها اللغة العربية، كل اللي عليك انك هتختار اللغة العربية وخلاص على كده. كده انت بقيت على النسخة باللغة العربية. قبل ما نبدأ في استخدام التطبيق يا شباب تعالوا بينا نرجع على الموقع الرسمي للتطبيق علشان حابب بس ان انا اوريك كام ميزة كده اونلاين موجودة على الموقع من غير تثبيت التطبيق تقدر تستخدمهم. فلو ضغطت هنا على ادوات اونلاين دي كل الادوات الاونلاين اللي تقدر تستخدمها عبر الانترنت بدون تحميل التطبيق، بمجرد وصولك على الموقع الرسمي ممكن تختار اي اداة من الادوات دي وتبدأ تشتغل عليها اونلاين بدون ان تستخدم التطبيق نفسه.
فدي كل الادوات الاونلاين اللي موجوده يا شباب، ازاله خلفيه الصوره، ازاله العلامه المائيه من الفيديو، تسجيل الشاشه والصوت، تحريك الصوره القديمه، تحرك الصوره عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهنا تغيير سرعه الفيديو وتحميل فيديو تيك توك، يعني بتقدر تحمل فيديو تيك توك من خلال الاداه دي. طبعا يا شباب استخدام التطبيق او استخدام اونلاين هيكون بطريقه مجانيه ولكن بطريقه محدوده، يعني طبعا ممكن يكون ليك حدود معينه في انتاج الصور او الفيديوهات يوميا، ولكن لو حضرتك محتاج ان انت يبقى عندك فرصه اكبر تقدر تستخدم الخطط المجانيه. وزي ما حضرتك شايف هنا الموقع عامل تخفيض بمناسبه عيد الاضحى 2023 على مدار شهر ذو الحجه بالكامل، يكون تخفيض 70% على اي خطه حضرتك تستخدمها. طبعا دي لك حرية الاختيار فيها حسب شغلك وحسب احتياجاتك، تقدر تضغط على اعرف المزيد من هنا وتتعرف على الخطط المدفوعة، واستغل الوقت اللي احنا فيه ده لان بقول لحضرتك في 70% خصم على اي عرض موجود على الاداة او التطبيق، فانتهز الفرصة دلوقتي طوال شهر ذو الحجة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده كده كان بالنسبة للأدوات الأونلاين. ده يا شباب بقى كل أدوات الكمبيوتر اللي انت تقدر تشتغل بيها على جهازك وتقدر تحمل الأدوات دي عندك على الجهاز. فكل أداة من دول أداة مستقلة بذاتها، يعني هتحملها بمفردها زي ما حملنا أول أداة اللي حضرتك شايفها دي اللي هي تعديل الفيديوهات اللي احنا حملناها مع بعض دلوقتي. فدي كل الادوات دي برضو نفس الطريقه هتحمل الاداه اللي حضرتك محتاجها وتبدا تشتغل بيها. زي ما حضراتكم شايفين كده هيت بو محول الفيديو، ده محسن الصوره، محسن الفيديو، بتقدر تحول جوده الفيديو او تحسن بيه جوده الفيديو، مزيل الكائنات، يعني تقدر تشيل كائن معين من الصوره وبرضو موجوده للفيديو، يعني مش شرط للصور بس، لا انت تقدر تشيل الكائن ده من الصوره او من الفيديو. وهنا مزيل العلامة المائية من الصورة برضو او من الفيديو، محرر الفيديو، سجل التدفقه، ده مسجل لايف تقدر تسجل بيه البث المباشر وتقدر تسجل بيه فيديوهاتك عادي جدا، محول الموسيقى انك تقدر تحول الموسيقى وتقدر تعدل عليها علشان تخرج من حقوق الطبع والنشر. وهنا مزيل الكائنات من الفيديو زي ما قلنا، اللي هو ممكن يشيل كائن معين من الفيديو او حاجة معينة او شخص معين من الفيديو بكل سهولة وباحترافية وبدون اي اثر. هيت بو محول اتش اي سي ده انا مش عارف عنه بصراحة. محول الموسيقى ده برضو تقدر بيه تحول الموسيقى وتغير في اصوات الموسيقى وتقدر تشيل. بالنسبة لاخر اداة دي هيت بو مزيل صوتي، ده حضرتك تقدر تشيل منه صوت المطرب من داخل الاغنية، يعني صوت الفنان تقدر تشيله من داخل الاغنية او العكس، تقدر تشيل الموسيقى وتترك صوت الفنان هو اللي موجود. وطبعا في الحالتين هي ميزة جميلة جدا تقدر تستخدمها لو حضرتك فنان وبتحتاج ان انت تطابق صوتك مع موسيقى بتاعت شخص اخر او اغنية تانية، فتقدر تستخدم الاداة دي. كده حضرتك تعرفنا على كل الادوات او البرامج اللي تقدر تحملها وعلى الادوات الاونلاين زي ما شفنا. دي كل الادوات اللي على التطبيق يا شباب، طبعا هي مش كلها مجانية، ولكن حضرتك بقول لحضرتك في 70% خصم خلال شهر ذو الحجة بالكامل بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين. خصم 70% على اشتراكك في الموقع، طبعا ده بيبقى اشتراك لمرة واحدة، بتدفعه لمرة واحدة بس، وهو تقريبا الاشتراك بيكون بتمن حوالي 42 دولار، ده غير الخصم اللي هيتعمل لك. وطبعا انا هسيب لك كود للتسجيل في الديسكريبشن اسفل الفيديو، لو استخدمت الكود ده هيتطبق عليك الخصم 70% لو حضرتك محتاج الخطه المدفوعه. طبعا اي اداه من دول يا شباب لو انا قصرت في الشرح فيها في الفيديو حضرتك تقدر تعرف عنها اكتر من الموقع الرسمي. لو ضغطت على اي اداه من دول كده مثلا، اضغط على الاداه دي هيدخلك على الصفحة الرسمية للأداة، تقدر تعرف عنها كل حاجة حضرتك محتاجها، وتقدر تشتري كمان الأداة من داخل الصفحة دي، تتعرف على كل الأداة. أفضل حل للفيديو يلبي جميع احتياجاتك. الأدوات الموجودة داخل أداة واحدة بس من اللي احنا فتحناها دلوقتي يا شباب، وكل الإمكانيات اللي حضرتك تقدر تقوم بيها داخل فيديوهاتك أو الصور، تضيف ترجمات، مشغل مدمج، تسريع الفيديو، تحويل إلى جهاز، اكتر من 100 تنسيق للفيديو تقدر تشتغل عليه زي ما حضرتك شايف كده، كل ده بشكل مجاني، ولكن طبعا الخطه المجانيه بيبقى ليها حدود معينه. ودلوقتي يا شباب تعالوا نرجع للتطبيق مره تانيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ده صندوق الادوات هنضغط عليه كده وتتعرف على الادوات اللي موجوده عند حضرتك على التطبيق. هنا تقدر حضرتك تحمل
فيديوهات البث المباشر من على اليوتيوب بكل سهوله، مزيل الضوضاء من الفيديو، يعني حضرتك تقدر تشيل الاصوات اللي في خلفيه الفيديو المزعجه، هنا فصل الصوت، يعني تقدر تلغي الصوت من الفيديو، تفصل الصوت عن الفيديو، وازاله الخلفيه من الصوره، تحويل الكتاب الى مسموع، يعني تحويل الكتاب الى فيديو مسموع، تحويل تنسيق الصور، تقدر تغير في تنسيق الصور لو الصوره عندك بتنسيق تاني مش مقبول تغيرها بتنسيق مقبول. وهنا ضغط الفيديو، تضغط الفيديو والصور ونسخ على اقراص DVD، وتحويل الفيديو الى GIF، وتحويل الفيديو ثنائي الابعاد الى فيديو ثلاثي الابعاد، يعني حضرتك هتقدر تغير كمان من صيغه الفيديو نفسه من ثنائي الابعاد الى ثلاثي الابعاد. وهنا محرر الصور وتنزيل فيديوهات انستجرام. طبعا امكانيات رهيبه جدا داخل التطبيق، والتطبيق بيعمل بالذكاء الاصطناعي وباحترافيه عاليه جدا يا شباب. تقدر من هنا تختار صوره، تختار صوت، تختار فيديو، وتختار الجميع. طبعا احنا هنا على الجميع، لو اخترنا فيديو بس هيدي لك الامكانيات الموجوده للفيديو بس، لو اخترت صوره نفس الكلام هيدي لك الامكانيات الموجوده للصور بس، والصوت نفس الكلام. ده يا شباب هنا بالنسبه للتطبيق، بتلاقي هنا مكان الملف او مكان التحميل او التصدير اللي حضرتك بتعمله، يعني اي مشروع او اي فيديو او اي شيء ايا كان حضرتك هتعمله على التطبيق بتلاقيه موجود في الفولدر ده كده على جهازك من غير ما تدور، يعني انت تدخل على الفولدر هتلاقيه، واي حاجه تعملها بتلاقي قدامها العلامه دي، بتضغط عليها بيدخلك مباشره على مكانها في الجهاز بتاعك زي ما حضرتك شايف كده. لو ضغطت على المربع ده كده هيدخلك على مكان التحميل هنا. طبعا يا شباب احنا علشان نشرح الادوات دي بالتفصيل محتاجين يومين على الاقل، فطبعا ده مش هيكون فيديو واحد، ده فيديو بس المقدمه اللي احنا شرحنا فيه ازاي تثبت الاداء وتتعرف كمان على امكانياتها، وشرحنا بعض الافكار السريعه اللي انت تقدر تستخدمها اونلاين، وبرضه عرفت حضرتك على مميزات التطبيق كلها. ولكن في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنبدا نشرح كل اداه على حده في فيديو خاص، علشان نقدر نستخرج من الاداه دي افضل امكانيات تساعدنا في انشاء محتوى حصري وايضا محتوى عالي الجوده بكل سهوله فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو وتشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في الشروحات اللي جايه ان شاء الله، علشان هيكون عندنا شروحات قويه جدا لصناعه محتوى كامل بالذكاء الاصطناعي وانشاء قنوات كامله بالذكاء الاصطناعي بدون تدخل من حضرتك نهائيا. فانتظروني، كان معكم اخوكم احمد حمزاوي، شكرا لكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.